في حوالي 20 ثانية هقولك أربع أطعمة بتساعد على خفض الكوليسترول ومفيدة لمرضى السكر. أول حاجة هي الفاصوليا، غنية بمضادات الأكسدة المفيدة لصحة الجسم وكمان مؤشرها الجليسيمي منخفض. تاني حاجة الشعير، غني جدا بالألياف وبيساعد على خفض الكوليسترول الضار. تالت حاجة وهو زيت الزيتون، زيت الزيتون له دور مباشر في خفض الكوليسترول الضار ومفيد لمرضى السكر. رابع حاجة وهو الشوفان، غني بالألياف اللي بتساعد على خفض الكوليسترول الضار.